أخاطب فيكم نخوتكم العربية الأصيلة وإرادتكم الصلبة المقاومة التي ما لانت ولا ضعفت منذ اللحظة الأولى للعدوان على الوطن. لقد حانت ساعة الحقيقة، وآن للحق أن يعلي رايته ولو كره المعتدون. وإننا أصحاب الحق ندافع اليوم لنصون حقنا وحق أبنائنا في الحياة الكريمة والمستقبل المشرق. فيا أبناء قواتنا المسلحة، يا رجال القول والفعل، ثقتي بكم كبيرة وثقة شعبنا بكم أكبر، فكونوا على العهد محل الثقة ومحط الأنظار ومعقد الأمل والرجاء، وإنا على موعد مع النصر قريب.